بالخضره وغندخلوه للفران وهانتوما معانا. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 3 سلايف ديال الفرص مع زلافه الفينو. اول حاجه غادي نديرو الملحه على حسب الذوق، انا كندير عيني مزاني، وغندير شي معلقه ديال الزيت وغنعجن المسمن ديالي بالماء دافي. المهم غادي نعجن انا المسمن ديالي ونوريكم مي غادي نجمعوا العجينه ونطلاقها. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا كتجي بحال هكا، درت لها شويه ديال الزيت وكنديها ونجيبها هكا شويه، وغادي نخليها ترتاح ونغطيها بالسلوفان وغنخليها ترتاح. ودابا غندوزو للحشوه باش غادي نعمرو به المسمن ديالنا. بالنسبه للحشوه ديال عجينه المسمن، شنو عندنا هنا؟ عندنا قرعه محكوكه خضراء، عندنا خيزو محكوك واحد خضر، عندنا بصله مقطعه طريفات، عندنا المعدنوس، عندنا الفلافل خضراء وحمراء، عندنا معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم، شويه سكينجبير، راس معلقه سكينجبير، راس معلقه ديال البزار، والملح على حسب الذوق، وعندنا شويه الهريسه. اللي عنده الكفته يدير معها الكفته، اللي عنده الدجاج يدير الكفته، انا يدير الدجاج. انا بالنسبه ليا دابا غندير غير الخضر، هادشي اللي موجود عندي باش ما كان غادي نقضي. ناخذ هذه الخضره غادي نزيدو عليها البصله، البصله انا ما كنزيد شويه، غنزيدو عليها خيزو والقرعه، المعدنوس، بالنسبة للعطرية غادي نزيد معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال الفلفلة حمراء، راس معلقة صغير ديال البزار لأن درنا كمريسة، ونديرو شوية د الملحة. غنحركو هادشي ومن بعد غادي نزيدو علينا هذا، غنزيدو عليها هاد الفلفلات الحمراء والخضراء. من بعد كنقطعو العجينة وكنديروها كويورات بحال هاد الشكل هكا، فهمتوما؟ وكنحطوها في اللاطة، فهمتو؟ غنخليها عاوتاني ترتاح، وديك الساعات نوريكم كيفاش غندير نعمرها وشنو غادي ندير بهاد العجينة. من بعد ما ارتاحت لنا العجينة كناخدوها بالكوايرة اللي درنا، كندهنو بحال هكدا، وغادي نطلقو هاد العجينة هادي. هادي ما غنديرو لها لا تعميره لا والو، غنخليوها هكا على ما تبرد لنا الحشوه، عاد نديرو الشكل الثاني بالحشوه وندخلوها للفران. اما هذا غير مسمن عادي غنديرو، كنبقى على هاد الشكل هكا. هما البنات كل ما ورقتوه مزيان خصو يتورق باش كيجي مزيان بحال هكا، بحال هكا. ندير شويه ديال الزيت، من بعد كندير معجون شويه ديال الكينه، ما نجدوش هكذا، كنجمع بحال هكذا، فهمتوما؟ ندير بحال هكذا، ها هما البنات بحال هكذا، يجي ساهل. غنخليها ترتاح ونوريكم مين نكمل، نوريكم كيفاش. هانتوما البنات كتبقاو على هذا الشكل هكا، هانتوما بقاو على هذا الشكل هكا، وهي راه كتنفخ معاكم، راه تنفخات معايا، تنفخات معايا وكتجي مورقة وخفيفة. انا ما كنكثرش فيها الزيت، كنبقاو على هذا الشكل هكا،
كطيب لنا المسمنه وكنحيدوها. من بعد طلقنا ديك الكويره ديال المسمنه، غادي نزيدو عليها الحشوه ديالنا بحال هكا، وغادي نديرو على هاد الطريقه هكا بحال هكا بحال هكا. غنحطو هادي، غنجيبوها من هنا، غنقلبو المسمنه ديالنا، غنقبطو هادي وغنجيبوها هكا كتجي بحال هاد الشكل. كتجي بحال هاد الشكل هكا. غنسالي انا ديك العجينه اللي بقالي ونوريكم كيفاش جا الشكل ديالو وهانتم معانا. من بعد ما سالينا بالتمر ديالهم كيجيو على هاد الشكل هذا، غادي ندخلهم ندهنهم وندخلهم الفران، ومن يطيبوا نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيجي. من بعد البنات من خرجنا المسمن ديالنا من الفران كيجي على هاد الشكل هكا، وكيجي مقرمش وكيجي زوين. وهذا المسمن العادي اللي درنا بعجينة وحدة، خرجنا مسمن عادي وخرجنا المسمن في الفران بحشوة اقتصادية. إلا عجبتكم الفكرة بارطاجيوها مع الأحباب والأصحاب، وتابوناو عندنا في القناة باش يوصلكم كل جديد. واللي كيدخل عندي شكرا للجميع اللي كيتواصل معايا.